أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أنزل كتابه المبين وجعله هدى للمتقين. الآيات التي معنا بعدها من 61 إلى 123، هذه الآيات أيها الإخوة يجمعها أمر، وهو ما قابلوا به النعم من الكفران والتبديل، وما قوبلوا به من الله من العقوبة الشديدة، كل ذلك جار في هذه الآيات، وهو ختام الله. انظروا كيف استرسال دعوة، ثم تعداد النعم، ثم بيان الكفر، ثم عقوبات. هكذا يأتي سياق الحديث عن بني إسرائيل في أربع مراحل: مرحلة دعوة وتذكير وتشويق، ثم تعداد النعم عليهم، ثم بيان كفرهم، ثم بيان عقوباتهم. ومع ذلك هذه الآيات متداخلة فيما بينها، كلها فيها دعوة، كلها فيها تعداد، كلها فيها بيان الكفر، كلها فيها عقوبة. كونوا معي سلمكم الله من هذه الآيات. فقط أريد أن أقف وقفة سريعة عند قول الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه الآية آخر آية من تعداد النعم عليهم، وهي نعمة تفجير الماء من الحجر في 12 عينا. استسقوا موسى، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. فقال الله هنا: وإذ استسقى موسى، أي بعد أن استسقاه قومه، استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. عبر هناك انبجست، وعبر هنا انفجرت. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما سلمكم الله أن الاستسقاء هناك من قوم موسى إلى موسى، يعني في بداية الأمر، فذكر بداية الخروج، الانبجاس، يعني ذكر النعمة في بداية خروجها، فانبجست، يعني بدأ الخروج. أما هنا فكان الاستسقاء من موسى إلى ربه، يعني بعد ذلك، وهو في سياق تعداد النعم كما ذكرت لكم. فجاء التعبير البليغ الدقيق في قوله فانفجرت، يعني في نهاية كمال النعمة، لتذكيرهم بتلك النعمة حال انفجارها. فانظروا السياق القرآني هناك وهنا، وهذه نلفت إليها لفتة مهمة أيها الإخوة، وهي أن تغير الآيات في المتشابهة بين الأسلوب هنا وهناك، خصوصا في قصص موسى، جاءت في 9 مواضع من القرآن، كل آية فيها تعبير. فلماذا عبر هناك بكذا وعبر هنا كذا؟ هذه يا إخواني عظيمة، وهي أن التعبير جاء موافقا للسياق. السياق في كذا يعبر عنه في كذا، السياق هناك في كذا يعبر عنه في كذا. ولو كان عندنا وقت لضربنا من ذلك أمثلة يتبين فيها عظمة القرآن وإحكامه، كما قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته، وهو علم عظيم، آيات المتشابهة والفرق بينهما، وهو يعين الحفاظ على الفهم، فرق بين هذه الآية وهذه الآية وهذا التعبير وهذا التعبير، الرجوع فيه إلى السياق، إلى ماذا تدور عليه الآيات. سيأتيك المعنى بذلك بعد التدبر والتأمل. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه لفتة عظيمة وجميلة أيها الإخوة، أنه قال: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
لماذا نهاهم أن يعثوا في الأرض مفسدين بعد أن قال كلوا واشربوا من رزق الله؟ هنا لطيفة مهمة، وهي أن الإنسان إذا منح الرزق ويطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فالله عز وجل حينما منحهم هذه النعمة حذرهم ألا تؤدي بهم هذه النعمة وهذا الرزق إلى الفساد في الأرض طويلا. وهو ما وقع منهم من الإفساد من عبادة العجل وغير ذلك. وهذا تحذير لنا أيها الإخوة إلى أن لا تبطر بنا النعمة فتأخذنا إلى الإفساد في الأرض أو أي نوع من أنواع المعاصي التي منها من الإفساد. ثم تأتي الآيات التي معنا أيها الإخوة نأخذها سريعا، وهي من آية 61 إلى 123. كونوا معي سلمكم الله في المصحف، تابعوا آية آية. قول الله عز وجل: إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. هذه الآية أيها الإخوة، هذه الآيات وما بعدها انتقال كما قال ابن عاشور من تعداد النعم المعقبة بنعم أخرى إلى بيان سوء اختيارهم في شهواتهم وكفرانهم لنعم الله عز وجل. انظروا معي ماذا اشتملت عليه هذه الآيات. أولا بيان سوء أدبهم في خطابهم لنبيهم موسى وللمنعم عليهم وهو الله عز وجل، فقالوا لن نصبر على طعام واحد، أكرمهم الله بهذا الطعام فقالوا لن نصبر على طعام واحد، هذا واحد. ثانيا بيان سوء اختيارهم واستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلوا الداني بالذي هو خير ما أنعم الله عليهم، فاستبدلوا المن والسلوى بالفوم والعدس والبصل والحنطة وما يأكلونه من طعامهم يزرعونه. والله إن هذا لدناءة وهبوط في عقولهم، ولذلك قال اهبطوا مصر. ثالثا توبيخهم والاستنكار عليهم على ذلك بقوله أتستبدلون، مما يدل على أن ذلك من كفرانهم بالنعم. فالإنسان إذا استبدل نعمة الله عز وجل عليه وأكرمه بنعمة فترخل عنها إلى نعمة أخرى فوالله إنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. مثال: الإنسان أكرمه الله تعالى يعني مثلا إمامة الناس، فحصل له فرصة تجارية في محل يبيع ويشتري، قال والله الإمامة ستصرفني عن هذه عن هذا التجارة، فترك الإمامة وذهب لمحله يبيع ويشتري. هذا استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. إنسان كان على وظيفة شرعية ورأى وظيفة دنيوية أكثر مرتب، قال والله ذيك المرتب أحسن، فذهب لتلك الوظيفة التي هي في أمور الدنيا وترك الوظيفة الشرعية. أتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني إلى أمور الأرض والدنيا ومصالحها. فلنحذر من هذه الصفة أيها الإخوة وألا نكون من أهلها. رابعا من أعمالهم قال الله عز وجل في هذه الآيات بيان لمجازاتهم بجنس عملهم وما اختاروه لأنفسهم من الدنو، قال اهبطوا مصرا، وفي ذلك إشعار بقطع التكريم والعناية بهم. ثم بيان جزائهم وعقابهم العام الذي استحقوه بعد هذا الكفر بنعم الله بنعمه والعصيان والاعتداء بما يناسب فعلهم، فقال ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فانظروا إلى هذا الجزاء أيها الإخوة، وفي هذا بيان لنهاية أمرهم حيث ضرب عليهم العذاب الذي جمع فيه ذلهم ومسكنتهم واستحقاقهم غضب الله عز وجل، وهذا غاية العقاب. ثم انتقل الله عز وجل بعد ذلك وهو اللطيف الرحيم الودود سبحانه وتعالى في الترغيب والترهيب، انتقل إليهم في دعوتهم مرة أخرى. كما قلت لكم السياق كله في ترغيب في ترهيب في بيان كفر في بيان عقوبة، كل ذلك ليزعزعهم عما هم فيه ويدعوهم إلى الإيمان. ليس الله عز وجل يريد من هنا فقط
عقوبتهم، يريد دعوتهم إلى الإيمان، وهو اللطيف سبحانه الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه. فقال الله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذا أيها الإخوة ترغيب لهم بعد تهديد، دعوة غير مباشرة لهم للإيمان وبيان جزاء من آمن منهم. ثم انتقل الحديث إلى سياق آخر وهو بيان كفرانهم للنعم بعد ذلك. انظروا أيها الإخوة وتابعوا معي. فأولا ذكر الله عز وجل تمنعهم من أخذ الكتاب حتى رفع الطور فوقهم. قال الله عز وجل هنا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إخوان الكرام، تأملوا هؤلاء القوم، أمرهم الله فلم يستجيبوا، دعاهم فلم يستجيبوا، أغراهم بالنعم فلم يستجيبوا، فما كان منه سبحانه وتعالى إلا أن رفع الجبل فوقهم فقال: خذوا الكتاب بقوة أو يعاقبكم الله، يسلط عليكم هذا الجبل فيسقط عليكم. هل بعد هذا الشيء؟ والله ما بعد هذا الشيء. أن يرفع الطور فوقهم إلزاما لهم بالإيمان. قال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال الله: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فهذه جناية من جناياتهم وكفر من كفرهم. أيضا نكثهم للعهود ونقضهم للمواثيق وتلكؤهم ومراوغاتهم في الاستجابة والطاعة لأنبيائهم. قال الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. السبت، قصة السبت أن الله ابتلاهم بالحوت، أنهم جعل يوم السبت لا يصيدون السمك، فماذا فعلوا؟ نهاهم الله أن لا يصيدوا السمك يوم السبت. انظروا إلى هؤلاء اليهود أهل الحيل ومحاولة المخادعة، جاءوا ليلة السبت فوضعوا شباكهم في البحر وتركوها، فلما كان يوم ليلة الأحد جاءوا وقد اصطادت هذه الشباك الأسماك فأخذوها. قالوا: ما صدنا في السبت وإنما وضعنا شباكنا. فقال الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عاقبهم الله بأن قلب تلك القرية التي هي قرية واحدة عتت عن أمر الله عز وجل واحتالت. وهذا يبين لنا أيها الأحبة عظم أمر الحيل على أمر عظم جرم الحيلة على أوامر الله وشرعه. بعض الناس يقول: أنا لا أخالف أمر الله، ثم يذهب بحيل مختلفة وطرق غير صريحة، يقول: أنا ما خالفت أمر الله. هذا والله عقوبته أشد من الذي يأكل الحرام مثلا صريحا، ذاك يحتال وهذا يعرف أنه حرام لكنه اجترأ عليه. فعاقبهم الله وجعلهم قردة خاسئين، فكانوا يرى بعضهم بعضا ويبكون، وكان أهل القرى يرونهم فيأتون إليهم، مع ذلك لم يعتبروا بهم. انظروا إلى ما كان في قلوبهم من الكفر والطغيان. بعد ذلك أيها الإخوة نأتي إلى قصة البقرة التي سميت بها البقرة، وهي قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذه القصة هي قصتان ليست قصة واحدة. القصة الأولى هي قصة قتل القتيل، فكان هناك رجل شاب قتله عمه أو ابن عمه، ونادى في القوم أن ابن أخي قتل، من قتله؟ هو القاتل، وأخفى ذلك وكتمه وزعم أن أحداً قتله، كان يبحث عن القتيل، وما كان منهم إلا أن قالوا: نأتي موسى
نستعلمه من قتل القتيل، لما أنهم أيسوا من القاتل فكانوا يتلكؤون من إتيان موسى عليه السلام، لأنهم يعرفون أنه نبي الله وسيخبرهم. وبعد الحاح جاءوا إلى موسى، فانظر كيف حالهم مع موسى. فقالوا وإذ فلما سألوه قال لهم موسى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذون هزوا، مش علاقة البقرة بالقتيل، نحن نريد أن تخبرنا من القاتل. فالله عز وجل أراد أن يختبرهم وصدقهم في استجابتهم. قال الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذون هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فذهبوا، ثم جاءتهم حيلة، قالوا: خل لنسأله ما هي هذه البقرة. فشددوا، قالوا: ادعوا لنا ربك. انظروا كيف أدبهم مع ربهم مع الله، ادعوا لنا ربك، ما قالوا ادعوا لنا الله وربنا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة نعم يبين لنا ما هي. قال نعم، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. فهل فعلوا؟ ما فعلوا. ذهبوا ثم أتوا فقالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. انظروا إلى هذا التشديد، شددوا فشدد الله عليهم. ولو استمروا في التشديد لاستمر في التشديد عليهم. قال: أنه يقول إن بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. ثم قالوا: وإنا إن شاء الله لمهتدون. فلما رأوا أن موسى يشدد عليهم وعرفوا أن ذلك سيكون يؤدي بهم إلى الشدة، قالوا: وإنا إن شاء الله لمهتدون. لو ذبحوا أي بقرة في أول الأمر لكفاهم، لكنهم لم يجدوا هذه البقرة إلا عند يتيم كما جاءت في الروايات، فساومهم إلى وزنها ذهبا، فاشتروها بوزنها ذهبا. انظروا كيف كان حالهم يوم أن شددوا فشدد الله عليهم. قال: أنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني ليست مذللة في العمل تثير الأرض، ولا تسقي الحرث، ليست مسخرة لسقي الحرث، مسلمة ليس فيها عيوب، لا شية فيها، ليس في لونها اختلاط يعني أبيض أو أسود، وإنما هي مسلمة صفراء. قالوا: الآن جئت بالحق. فبحثوا حتى وجدوها عند يتيم فذبحوه، اشتروها منه فذبحوها. وما كادوا يفعلون، لأن يعلمون أن هذا حق. ثم قال الله: وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها. هذه القصة ليس المفروض استغفر الله، وإنما في طبيعة الواقع أنها هي السابقة. قول الله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها، هم ادرأوا قبل أن يأتوا موسى، إنما أخرها الله عز وجل لأن الغرض هو بيان حالهم مع أوامر الله، فقدم القصة الأولى مع أن حقها التأخير. وهذا القرآن أيها الإخوة، وهي فائدة عظيمة، أنه يقدم ما حقه التقديم في غرض الآيات. إذا كان الغرض ذلك قدمه ولو كان متأخرا في الواقع. نعم، اشتملت أيها الأحبة قصة البقرة هذه على عدة جنايات أعظم من قتل القتيل. هذه الجنايات أعظم عند الله من قتل القتيل. ما هي؟ سوء أدبهم مع ربهم، وسوء أدبهم مع نبيهم، واستخفافهم بالتشريع والأمر، وتباطؤهم في الاستجابة والامتثال لنبيهم فيه، وتعنتهم في سؤال نبيهم وإلحاحهم عليه، وتشديدهم على أنفسهم فيما أمرهم الله عز وجل بذلك. فجعل الله تعالى هذه القصة لنا علامة، وسمى الله تعالى بها السورة، كأن الله تعالى يقول: يا أمة محمد احذروا أن تكونوا مثل هؤلاء في تلقي أوامر الله. السورة كلها كما ذكرت لكم في تلقي التشريع، وإعداد الأمة في تلقي هذه الشريعة وتبليغها. فالله عز وجل من رحمته ولطفه بنا ذكر حال بني إسرائيل: نحذر أن نكون منهم، وأشار بهذه السورة كأنها علامة
حمراء أمامكم إشارة حمراء في كل أمر يأتي بعد ذلك في السورة. كل ما أتاكم أمر احذروا أن تكونوا مثل قوم موسى، كل ما جاء تشريع احذروا أن تكونوا مثل ما فعل قوم موسى، وهكذا. وهذا يبين لنا أيها الأخوة علاقة البقرة، قصة البقرة بالسورة كلها وأحكامها كلها متعلقة، هذه القصة متعلقة بجميع الأحكام، فهي تحذير من الله لنا في هذه الأوامر أن نتلكأ أو نتشدد أو نتردد أو نعاند كما فعل هؤلاء. فجاءت هذه القصة في غاية المناسبة والله أعلم. ذكر هنا يعني في سوء تلقيهم للتشريع بعدة وجوه. أولا قالوا أتتخذنا هزوا، ثم قالوا أدع لنا ربك، ولم يقل أدع لنا الله أو ربنا، ثم قالوا قال فذبحوها وما كادوا يفعلون، مما يدل على أنهم كارهين لأمر الله عز وجل. وإذا كان الإنسان أيها الإخوة كاره لأمر الله فذلك دليل على ضعف إيمانه، أما إذا كان مبادرا ممتثلا سباقا إلى الأمر فإن ذلك دليل على صدق إيمان. نعم أيها الإخوة المؤمن قد يفعل الأمر وهو كاره، يعني مثال التكاليف فيها مشقة أيها الإخوة، لكن من الناس من يكون إيمانه قوي فيكون يدفع هذا الإيمان إلى أن يستشعر أن هذه التكاليف نعم ومنن ولذة وسرور. أرأيتم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة يا بلال، أو أرحنا بها يا بلال؟ من الناس من يأتي لصلاة الفجر وفي نفسه يعني ثقل الفراش أو الوفير والجو لطيف، يخرج من بيته في الظلمات في الظلم، لا شك أن ذلك أمر لا يستحمله إلا المؤمن، ولذلك لا يحافظ على صلاة الفجر إلا المؤمن ولا يتخلف عنها إلا منافق، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه. فمن صفات المنافقين أنهم لا يصلون العشاء ولا الفجر لأنهم وقت نوم وراحة. فانظروا يا إخواني إلى أوامر الله في نفوسكم، إن كنتم تمتثلونها بطواعية فوالله إن ذلك دليل على قوة إيمانكم بالله، وإن كان في نفوسكم ثقل فانظروا إلى إيمانكم. قال الله عز وجل فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى. أمرهم موسى أن يضربوه، أن يضربوا القتيل بجزء من البقرة، لكن هنا سر أو هنا سؤال، لماذا أمروا بذبح البقرة دون غيرها؟ لنرجع إلى جناياتهم أيها الإخوة، أليسوا عبدوا العجل؟ فالله تعالى أمرهم إلى أن يذبحوا ما قد قدسوه في نفوسهم ليزيل ما في نفوسهم من تعظيمها، فأمرهم الله بذبحها. قال الله عز وجل مخاطباً لهم مباشرة وهو المقصود به اليهود المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. بعد ماذا؟ ليس بعد قصة البقرة، بعد هذه النعم كلها التي ذكرها الله، ما انتفعتم بها وما دعاكم ذلك للإيمان، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قال الله مبينا قسوة قلوبهم وأنها أعظم من الحجارة قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال بعض العلماء أنه ما هبط حجر من جبل إلا خشية لله عز وجل. وفي تأويل هذه الآية أقوال للمفسرين، إلا أن أعظمها هو أن هذه الجبال تخشى الله عز وجل وتعظمه، ما من أمر ما من مخلوق إلا ويعظم الله عز وجل. ولهذا كما قرأنا الإمام ولو أن هذا القرآن لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهذه الجبال الصم الجبال القاسية أيها الإخوة إنها والله لا تخشى الله عز وجل. فأين قلوبنا القلوب اللينة؟ أينها من ذكر الله عز وجل؟
ثم قال الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال الله عز وجل بعد ذلك انتقل الحديث، يعني بعد أن بين كفرهم وعنادهم انتقل الحديث لمن والخطاب لمن؟ تأملوا الآية التي بعدها، لمن؟ للمؤمنين. المؤمنون أيها الإخوة حين ينزل عليهم الكتاب هم في المدينة واليهود كثرة، فقد يصيبهم هم وغم من عدم إيمان هؤلاء وطغيانهم وكفرهم وعنادهم، لا شك أن ذلك قد يصيب المؤمن. فقال الله عز وجل قطعا للأمل في هؤلاء قال أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هل تطمعون فيهم؟ الله عز وجل أراد أن يؤيسهم، فانتقل الحديث هنا إلى حال المؤمنين وخطابهم، مع أنه أدمج في هذا الحديث خطاب اليهودي أيضا في آية منها كما سنذكر. قال الله عز وجل عنهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. يعني بعد أن ظهر الأمر كان بعض اليهود يسر إلى المسلمين الحديث عما في التوراة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مذكور في توراتهم، فتخابروا بذلك وعلموا أن بعض اليهود يخبر المسلمين بما في كتبهم من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أتحدثونهم أي تحدثون المؤمنين بما فتح الله عليكم، يعني بما أخبركم الله تعالى به من خبر هذا النبي ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. انظروا أيها الإخوة إلى ما في قلوبهم. ثم قال الله عز وجل أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وإن أخفوه. ثم قال الله في وصف قبيحة من قبائحهم ونوع من صفاتهم وجناياتهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، هذا حال عامتهم. ما هو حال عامتهم؟ عامتهم أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى أماني؟ قال المفسرون فيها معاني كثيرة لكن خلاصتها في معنيين. المعنى الأول لا يعلمونه إلا أكاذيب وأماني، أماني يختلقها علماؤهم يقولها لعمتهم، فيقولون هؤلاء العلماء لعمتهم نحن أبناء الله وأحباؤه، لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، نحن لا تمسنا النار إلا أياما معدودة، كل هذا هراء وكذب وافتراء على الله عز وجل، لكن علماءهم أرادوا أن يضللوا عامتهم. فقال الله عز وجل ومنهم أميون أي عامة لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا الأكاذيب التي يقولها لهم علماؤهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إلا ألفاظ يقرؤونها فقط، وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة ما عليه حال كثير من الناس اليوم من المسلمين، لا يعلمون الكتاب إلا ألفاظ يقرؤونه بلا معنى. ما أعظم هذا الحال أيها الإخوة، ما حجتك عند الله؟ تقرأ كتاب الله بين يديك ولا تعلم إلا ألفاظه. ولهذا أيها الإخوة هذا يبين لنا عظم أمر التدبر والتفكر والنظر في كتاب الله عز وجل لمعرفة ما فيه من هداية وبصيرة وعلم وعمل لنمتثله. ولهذا أيها الإخوة أقول لا ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن هذًا لا يعرف فيه إلا ألفاظ، إلا أماني، مجرد ألفاظ، بل يجب أن يقف عند الآية ما يريد الله بها، ماذا يريد الله أن أحققه في هذه الآية. فإذا كان هذا حالك فأبشر والله تعالى فأبشر بخير عظيم تناله من هداية القرآن الكريم. قال الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا الحديث عن علمائهم، ذلك الحديث عن عامتهم،
وهذا الحديث عن علمائهم. قال: فويل للذين يكتبون الكتاب، كانوا يكتبون التوراة ويحرفونها للناس ويبيعونها ويأخذون مقابلها دراهم أو دنانير. قال الله: ثم يقولون هذا من عند الله. عياذا بالله، أي جرم هذا أنه يكتب كتاب فيقول هذا من عند الله ثم يأخذ على ذلك دراهم؟ يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. ثم قال الله عز وجل في زعمهم ونوع من جناياتهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فزعموا أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات. من أين أخذوا هذا؟ لماذا قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات؟ لماذا ما قالوا لن ندخل النار؟ قالوا لن ندخلها إلا 40 يوما، وهي مقدار إيش؟ عبادتهم للعجل. ثم يقول نخرج منها فيبقى غيرنا فيها، عياذا بالله من ضلالهم وكذبهم. ثم ذكر الله عز وجل جناية أخرى، وهي قولهم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، كل هذا في كتبهم، فهل حققوه؟ لا. قال الله: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم ذكر الله جناية أخرى، وهي قوله: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء أي المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من دياركم. كيف يفعلون ذلك؟ كان في المدينة اليهود قسمين والعرب أيضا قسمان، يهود قسمان والعرب قسمان، خزرج والأوس وقريظة وبني قينقاع. فكان لكل طائفة مناصر، للأوس بني قريظة وبني قينقاع للخزرج. فكان إذا كان بين الأوس والخزرج قتال شاركهم هؤلاء فقاتل بعضهم بعضا، أي قتل اليهود اليهود لأنه عدوه الآن. فقال الله عز وجل هنا: وإذا أخذنا ميثاق لا تسفكون دماءكم، لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، فإنهم إذا غلبوا الطرف الآخر أخرجوهم من ديارهم، ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم، ثم أقررتم تخرجون فريقا منكم من دياركم وتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، يعني حينما يأتي أسارى فهؤلاء يفادون اليهود فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. قال الله عز وجل: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا الآية. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والتحقيق العبودية التامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.